ده المشهد ال اه ده البدايه، ده المشهد بدايه الخمس ايام. المشهد ده اتعمل في خمس ايام، مشهد واحد خمس مشهد ايام واحد، واتعمل في حوالي 18 لوكيشن مختلف. ياه. اه وده كان من اصعب المشاهد اللي ممكن، لانه طب اكشن. نروح نشوفه بقى صوت وصوره بقى، عشان ده مشهد عظيم جدا صراحه. اهلا يا شبع، هي ده عربيتك؟ لا مش هي. صح، عارف لو كنت قلت هي كنت دفنتك هنا. هو انت لا مؤاخذه عربيتك ضايعه بقالها قد ايه؟ بقالها اسبوعين. اسبوعين يا عم، الله يخليك في حالك. مكانك ايه؟ انتوا مش فتشتوني بره؟ ده انا هطلع الموبايل. اه صحيح، فتشنا. يا نهار اسود يا ده، انا من ساعه ما شفتك وانا مش مستريح لك. يلا ده انا هشفرك هنا حقيقي. يلا يا رب اخرج فين. يا باشا انت جايبنا هنا ليه؟ يا باشا يا باشا بس فهمني في ايه؟ في ايه؟ لا اله الا الله. يا نهار ازرق، انا اتضربت ضرب في المشهد ده. فعلا فعلا كان مشهد ضربت بحقه حقيقي. مش بحقه حقيقي يعني، مش خناقه، بس في مشاهد الاكشن دايما بيبقى لازم تحسي وتطلع انها الناس تصدقها. اه طبعا. ففيها بيبقى فيها جزء من العنف. واستاذ ياسر قال لي فارس، واستاذ احمد سميك فارق طبعا، كل الروعه والجمال اللي انت شفتيه لظل الرئيس بيرجع حقيقي للاستاذ احمد سميك فارق حقيقي. قالوا لي احنا هنمثل ولا نشتغل على انه بجد؟ قلت له لا تمام يا ريس، هنشتغل على انه بجد. القلم اللي ضربت 15 قلم في المشهد ده، وكنا بنعيد طبعا وزوايا مختلفه، بس هو مره واحده اللي كان قلم حقيقي اول تيك، وخدناه اللي هو جه هو ده اللي اتاخد. والاستاذ ياسر قال لي يا فارس، قلت له يا ريس ولا يشغلك، هناخده لانه احساس الحاجه الحقيقيه تفكر. رد الفعل ده دي لحظه، صح. انا كفنان يهمني انها توصل للناس حقيقيه وصادقه طبعا. ونقلت المشهد كله. لو لما بنمثل بيبان انه في تمثيل، لكن الاحساس الحقيقي، وطبعا مش ضرب اللي هو مش حقيقي، بس تاخدي قلم 50% حقيقي، فالرياكشن بتاع اللحظه باين انه حقيقي. صح صح. فاتفقنا على كل الحاجات دي وعملناها، لدرجه انه الناس كانت مخضوضه في اللوكيشن، وانا عادي يا جماعه احنا مهم نعمل المشهد حقيقي الناس تصدقه. صح. بس حقيقي طبعا رحت نمت خمس ايام بعد كده.